لا، احنا هنتكلم عن الاعتكاف يجوز ولو لحظة، كما ذكر بعض الصحابة ذلك، حتى من الفقهاء من قال مجرد مروره في المسجد، قال لك مرور مش لازم يقعد كمان، لو وقف ونوى الاعتكاف والتفكر في حاله وتغيير ما عليه، كل ذلك لابد أن يجني منه ثمرة. يعني دائما مع وضع تصور النهائي للطاعة، دائما في النهاية نجد أنه لا مناص من أن تحصل أو أن يحصل الإنسان فضلا من هذا الفضل الواسع، وفضل الله واسع يعم الناس جميعا ويزيد ويفيض ويفيض.